بكرر التحية لحضراتكم مرة تانية، وبرحب بالدكتور مهندس ماجد مرزوق. زي ما انت بتقول على نفسك يا دكتور، اهلا بيك الاول. اهلا بحضرتك. كتير تقول لي انا صنايعي في الصنعة دي وارثها ابا عن جد، وبتعتز بانك صنايعي. انا اتعلمت وانا طفل صغير في المصنع. نعم. وبعدين غويت الصنعة، درست هندسة. وبعدين عملت الدكتوراه. فالصنعة حب. نعم. يعني حاجة الواحد ما ينساهاش، وابني برضو بنفس الطريقة، واخويا واولاد اخويا نفس الوضع، حاجة عائلية في دمنا. صنايعية. صنايعية. مش رجال اعمال. غزل ونسيج. مش رجال اعمال. لان رجل اعمال النهاردة اصبحت وصمة. احيانا تبقى وصمة. اهلا بك يا دكتور على كل حال. لكن انا قلت في المقدمة انه صناعة النسيج الحديثة في مصر يعني عمرها، اذا رجعنا للتاريخ تقريبا قرنين، من 1820 لما امر محمد علي بانشاء مجموعه من، كان اساسا علشان يعني مستلزمات الجيش تمام. ورجعت اتقهقرت في نهايه عصره بعد اتفاقيه 1842، اتفاقيه تحديد القوه بتاعه الجيش المصري وقتها. فأصبح الحاجة لصناعة النسيج أقل، ابتدت المصانع دي تقفل. احنا هستأذنك بس دكتور أنبه السادة المشاهدين إن الجنازة القداس الجنائزي على شهدائنا اللي سقطوا النهاردة بدأت بالفعل في كنيسة مطرنية حلوان زي ما الصور ظهر على الشاشة. دكتور انت يعني الجزء الاولاني من صناعة النسيج الحديثة ده يعني انتكس وبعدين رجع تاني في نهاية القرن، بس على ايد اجانب. ده كان في نهاية القرن ال19 بدأ على ايد اجانب، وبدأوا بشركة او شركتين. واحدة منهم ما زالت موجودة، شركة قطاع عام اسمها شركة الغزل الاهلية في اسكندرية. الغزل الاهلية في اسكندرية ما زالت موجودة دي. ولكن هذه الشركة بدأت في اواخر القرن ال19. نعم. سنة 1998 حاجة زي كده. 1898. وكبرت، وبعدين قامت كام شركة تانية في نفس الوقت في القرن العشرين، في اوائل القرن العشرين. انما القيام الكبير العلمي كان على ايد طلعت حرب. لقى انه اقتصاد مصر مش في ايد المصريين. نعم. فكر بني ادم وطني. اقتصادي وطني. وقال لك اول حاجه لازم انشئ بنك مصري. ما كانش في بنك مصري. كان في البنك الاهلي، كان بنك انجليزي. كان في بنك مصري. فانشا هذا البنك الذي بدات صناعه الغزل والنسيج في مصر. زي ما سعادتك قلت وقدمت تقديم تفصيلي وانا بحييك عليه. الله يخليك يا دكتور. اللي هو حضرتك اتكلمت فيه على تسلسل المصانع اللي عملها طلعت باشا، اللي عملها بنك مصر. والراجل بص لها من ناحيه علميه. هو بدات فعلا سنه 27 بشركه مصر للغزل والنسيج محله كبرى، اللي هي اكبر شركه في مصر. وبدات بخبراء انجليز. فجه سنه 33 34 قال لك لا، لازم تبقى مصريين اللي مشغلينها. يعني استفاد يعني بالبدايه استفاد بالخبره، استفاد بالخبر الانجليزي. بس الإنجليزي. انا عايز اولاد مصر الكوادر المصريه الوطنيه بقى هي هم اللي يتعلموا. فبعث اول بعثه زي ما محمد علي بعت زمان بعثه لفرنسا. وبعت اول بعثه ب 30 مهندس وفني الى مانشستر سنه 35. مانشستر في بريطانيا سنه 35 من شركه مصر المحله. علمهم صناعه الغزل والنسيج، ورجعوا مسكوا جميع فروع الشركه. ودي كانت البدايه العلميه اللي عملها طلعت باشا. زي ما حضرتك قلت، شركات بنك مصر هي الاساس بتاع الصناعه الحديثه في مصر كغزل ونسيج، لان طلعت الكوادر. نعم.
دربت مهندسين، دربت فنيين، تعمل مدارس تدريب مهني لصناعة الغاز النووي جوه شركة مصر المحلة. اتعملت شركة مصر كفر الدوار، اتعملت شركة مصر الحرير الصناعي، شركة مصر حلوان زي ما حضرتك ذكرت. مجموعة من الشركات، شركة ورا شركة، ويعمل بها الالاف. في وقت من الاوقات كان شركة مصر المحلة يعمل فيها 70,000 عامل. 70,000 عامل. دي كانت الاساس بتاعت هذه الصنعه في مصر. التعليم انتشر. الخبره انتشرت. وتراكمت الخبره. وتراكمت. ونتج عن ذلك شركات القطاع الخاص الجديده اللي ابتدت تشتغل صغيره، بدات تاخد الخبراء والمهندسين اللي طالعين من مدرسه بنك مصر وشركات بنك مصر. دي كان التاريخ بتاعها. طلع بعد كده شركات قطاع خاص كتيره جدا في الاربعينات وفي الخمسينات. وكان معدل النمو في الخمسينات مذهل. كان معدل النمو وصل اذكر الى 8.5%، وكان رقم في ايامها رقم كبير جدا. 8.5% في الصناعه في السنه. في السنه الاقتصاد المصري كان بيطلع 8.5%، وكان الصناعه الرائده اللي بتنمي هذا الكلام هي صناعه غزل النسيج وباتباعيه محصول القطن المصري.